يلا يلا خفيها، يلا اجي لحق روح اجلي الجليات. قلتك شو منطبخ اليوم؟ برغل بندورة. لا ما انا طيبة. بلا طيبة شو بدنا نعمل؟ يلا خفيها بدنا نعبي مي. ليش وساعة؟ في عندي وياها. ومثل ما حكيت لك يا اخي هذا هو الموضوع كله، شرحت لك اياه بالتفصيل الممل. يعني لسه ما قررت شو بدك؟ لا لسه ما قررت. قلي شو رايك بحكي يا اخي؟ كلامك صح وانا هيك عم اقول كمان، هذا هو تفكيري من الاول. شو قلتي؟ مشغوله كثير. هذا هو الكلام الصح. اكيد عجبني، طلعنا متفقين وعنا نفس الراي انا وياك. والله ضحكت. لك شو بدك؟ شو بدك صافنا؟ يلا خلصينا. غريب كيف عم تطلع. بشو صفنت؟ مين انا؟ ايه شفتك صافي. اهني يالو. شوف كيف افتكار. عم حاكيكي ردي. وين سرحتي بخيالك؟ شفتوها كيف كانت عم تطلع فيه؟ ايه هذا وحشي. كيف لو شفتوها امبارح كيف كانت؟ صافنا فيه فاتحة تمها. ما بتخجلوا تحكوا عليها؟ ايه شو حكينا عنها يعني؟ ايه هي اللي لازم تخجل. انتبهي على جرتك لكان، يلا بسرعة عنا الشغل وتأخرنا على البيت. يلا رح نوصل وهلا بس نقعد بحكي لك شو القصة كلها. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اخي شو صار لك؟ خلص حاجتك ماشي. هلا بنشوف. هلا بحكي لك كل شيء. اكيد. ها خلص والله لا احكي لك كل شيء. يعني معقول خبي عنا؟ لا ما بتعرف. هلا بنقعد وبنحكي كل شيء. طيب يلا. افتكار شبك ليش قاعده هون؟ ما في شيء اختي مريم، بس تعبت وقلت برتاح هون شوي. هلا بترتاحي ببيتك. قال تعبت. قال وين رايحة ست قدرية؟ رايحة على بيتي. يلا العاب العاب. يلا عم بلعب. شفت كيف اطلعت عليك؟ مين؟ مين بتقصد؟ الصبية اللي كانت عند النبع. كوبا كوبا. شو هالحكي؟ انت هذا اللي شفته؟ ايه عم نلعب. يا ابني ما راح اضمن اكثر. ايه وشو كمان؟ واضح انها دايبة فيك على اخي. قول السرح خليها تدوب اكثر واكثر وبكره راح تشوف بعينك. دخلك شو اسمها المعجبة؟ افتكار. قلت لي افتكار. هالاسم ما رح يزبط عليها من بعد اليوم لأنه رح خليها تبطل تفكر حتى بحالة. كلنا لازم نحكي. يلا فت فت. شو صار بعدين؟ أنا رح أحضر لك القهوة بسرعة. ليك حضرها منيح، بدي إياها ممتازة. ها حاضر رح أحضرها. ولا أنا توقعت. علي رضا سامحني، علقت رجلي وقعت. بعد ما كب الكيس كله جاي عم تعتذر؟ اسف سيدي. كل مره بتقلي سامحني، لايمتى هالحال؟ قلت لك يا سيدي علقت رجلي. كفي يا علي رضا، ما علقت رجلك، انت ختيرت سمعتني؟ انت صرت كبير بالعمر وما عاد فينا نعتمد عليك بالشغل. سمية وين مراد؟ ما بعرف، يمكن رح يتمشى مع رفقاته. بيضل يتمشى؟ ما بيقول خليني ساعد أبي؟ وانت جمعون بسرعة، ما بدي ولا حبة على الأرض. مثل ما تأمر سيدي. وانت خبري لمراد بدي اياه بموضوع مهم.
خير شو في؟ أكيد كله خير، بس صار زلمة ولازم يتعلم يعتمد على حاله ويشتغل. بدي جوزه وافرح فيه وشوف ولاده. ايه حاضر، رح خبره. وين كنتي؟ ليش هيك تأخرتي؟ عالطريق، تمشيت شوي. أكيد كنتي عم تتمشي عند بيته لمراد، مو هيك؟ شو هالحكي زليخة؟ يا بنت، كل الضيعة عم تحكي عنك. هنن مو شاطرين غير بالحكي. يا ريت بتعرفي تهتمي فيني مثل ما بتهتمي بالشجرة هي. لا تغاري. ليش بس هالشجرة طيب؟ شو السر اللي فيها؟ طيب احكي لي. هاي شجر المشمش. ايه؟ هالشجرة مزروعة قدام غرفتي، وهي أول شي بشوفه لما بفيق الصبح. كمان ما فهمت. بتعرفي زليخة، بتخليني اتذكر مراد. شوفي كيف الورق اللي عم يغطيها. بتمنى شي يوم مراد يحضني هيك بإيدي، وتكون حياتنا مليانة ورود مثله مع بعضنا، أنا وهو. والله إنك مجنونة، سمعتي حالك شو عم تحكي؟ قصدي إنه أنتي مو بعقلك يا بنت، وما تغيرتي من صغرك. هذا مو جنون، هيك بيكون الحب. افتكار؟ ليكي؟ خلص لا تحكي شي، أنا هلأ مبسوطة. إذا بتريدي لا تحكي شي خليني اتضايق أو أزعل، إذا بتحبيني لا تحكي. أكيد ما رح ضايقك. ما رح تروحي على العرس اللي بده يصير؟ إذا بدك منروح سوا. العرس اليوم مو هيك؟ لو أعرف إذا مراد رايح. يلا أكثر. أيوه هلا. أيوه رابط. أيوه شو الرأس الحلم؟ شو أيوه أكثر. أيوه يا عيني شو الرأس الحلم؟ افتكار. ايه عم تطلع فيك. يلا زي المنيح زي المنيح. مين بتكون هي الصبية؟ هي اللي ابوها بيشتغل عندكم، بنت علي رضا. علي رضا؟ عرفته من الاول اللي قلنا بنت الفلاح يلي عندنا. لك يا بني. ليك رح قوم امشي هلا. جاي معك. لا انت خليك عشان اشوف اذا رح تلحقني. عرفت. يلا لوين رايح؟ شبك جنيتي؟ شو هاد اللي عم تعمليه؟ عادي لشوف الناس رح تحكي عليكي. بالله ايحكوا اللي بدهم، يا شو دخلني؟ افتكار. ليك شفتي شو عملت؟ ليش خايفة؟ لا تخافي. قليلي ليش عم تلحقيني؟ بتعرفي مين بكون أنا؟ قولي مين بكون؟ مراد.
ما حذرتي. أنا مراد ابن رشاد آغا. مراد، اللي شو صار معك؟ عرفت مين بكون؟ معقول ما بتعرف؟ كان انت بتعرف ايه، بس مو كل شيء. بظن انه فهمت. يلا امشي، خلينا نروح. تعال. طلعت ما بتعرف مين انت. نوّي صوتك شوي. لساتك بتخاف من ابوك؟ من ابو مين بدي خاف يعني؟ من ابي انا. مين بيخاف من ابوك انت؟ لك عم اقول لك انا بخاف من ابي انا. شو هالحكي؟ اكيد بخاف منه، هذا رشاد اغا. والله انا بخاف منه يا اخي. اللي بده يا ابوك بيصير. معك حق. بدي اقول لك شغله، ابوك هو اللي رح يختار لك مرتك. شبك مو لهي الدرجه، انا يلي رح اختاره، هو ما دخله ابدا. بكره بنشوف. يلا تصبح على خير. وانت من اهله اخي. افتكار، هاي انت اجيتي؟ ايه امي اجيت. اجيتي بكير. ايه حسيت وجعني راسي، رح اطلع انام. تصحي على خير. وانت بخير يا بنتي. أنا مراد ابن رشاد آغا. أهلين يا ابني. خوفتني أبي. كنت عم بستناك، ما خبرتك أمك؟ في موضوع مهم بدي أحكي معك. لا ما خبرتني أمي بشي. تعود هون. ابني طلع قدامك على هالبيت، شو ناقصه؟ خبرني. الحمد لله مو ناقصه شي أبدا يا أبي. لا أمبلا، بس ما رح تفهم علي لأنك لساتك صغير. بكرة بس تصير بعمري رح تفهم شو قصدي. والله بصراحة ما فهمت شو يلي ناقص بيتنا. شغلة ناقصه، شغلة صغيرة. حفيد. قلت حفيد؟ ايه حفيد. شبك خجلت مثل البنات، واقف حاكيني مثل الزلم. بس يا أبي أنا لسه ما لقيت بنت لحتى أتزوجها. لا تاكل هم ابني، أنا شفتها.
افتكار؟ نعم أمي. في بالبيت مي، شو اللي أخدك على النبع بهالوقت؟ فكرت إني أغسل ثيابنا والمي ما بتكفي، لهيك قلت. يا بنتي لا تروحي، اسمعي مني، خليكي أمي. اللي عم تحلمي فيه مستحيل يصير بنوب، لازم تتقبلي الحقيقة يا بنتي. عم تزعلي وتزعلين عليكي، الكل عم بيحكي بقصتك، وشوفي ما أحلاكي صبية مثل القمر. لا تخلي الناس تحكي عليكي هيك، وإلا ما حدا بياخدك لابنه. وأنا أصلاً ما بدي حدا، وما بدي حدا يتزوجني. مثل ما بدك. ليش مين ما بيعرف الشخص يلي بتحبي؟ يا بنتي صدقيني ابن الأغا ما رح يتأثر، أنت اللي رح تتعبي، لا تروحي. افتكار. انت هو علي رضا مو هيك؟ انا هو سيدي. كمل. شفتي شو عملت افتكار امبارح؟ ايه؟ كيف كانت عم تلحقه لمراد؟ ايش ما بتخجل من حالها يعني؟ جد افتكار؟ اردي يا بنت، شو اخذك على النبعه من هلا؟ يمكن هدول بيشطفوا بيتهم ألف مره باليوم، ما حدا بيشوفها غير رايحه على النبعه تبع المي. ايه والله يا بنتي معك حق. ضحكتيني يا بنتي والله. شو صاير معك؟ ليش عم تضحك؟ أكيد بدي أضحك لأني شفت البنت المعجبة. عن مين عم تحكي؟ لك هديك البنت اللي شفناها عند النبع عم تعبي مي، كمان هلا شفتها هنيك واقفة وصافنة. آه عم تحكي عن افتكار. هاي البنت من شكلها مبينة إنها هبلة ودايبة فيني. تخيل ألفقت الصبح بكير وحملت البريق وراحت من هلا على النبع تعبيه، إيه شو إنها هبلة؟ إيه مفكر الموضوع سهل؟ هذا هو الحب. أنا شفتها مبارح كيف لحقتني؟ إيه صح، ما سألتك شو صار معك؟ ما صار شي، كانت مصدومة. آه فقرة، كتير فقرة. اليوم شفت أبوها عنا، كتير مبين عليه التعب. شو ممكن أعمل لهيك عيلة فقيرة يعني؟ you
افتكار؟ شو بك زعلت؟ شو هالقصة هي؟ ما تهتم. لا يا أخي، عشو بدي أزعل يعني؟ أنا بدي روح لعند عمي محمود. امشي روح معي ومن هنيك على القهوة. أنت روح وشوف شغلك. خلص بلتقي فيك بالقهوة. ايه تمام، معناها بشوفك هنيك. أنا ما راح أتأخر. شكلاً بيدي إن هبلة ودايبة فيني. بتخيل ألفقت من الصبح بكير وحملت تبريق وراحت من هلأ عند بعض. شو قلنا هبلة؟ ايه مفكر الموضوع سهل؟ هذا هو الحب. تعرفي أنا مين بكون؟ مين بكون؟ مراد. ما حذرت. أنا مراد ابن رشاد آغا. فقرة، كتير فقرة. اليوم شفت أبوها عنها، كتير مبين عليه التعب. شو ممكن أعمل هيك عيلة فقيرة يعني؟ بتعرفي انه كان عم يضحك علي؟ ومو بس علي لحالي، وعلى بابا كمان، وحتى تمسخر علينا لانه فقره، كانه نحن اللي اخترنا نكون فقره. شو بك ردي علي؟ شو يعني الفقره عيب؟ انت الوحيده اللي بتعرفي قديش بحبه، وبتعرفي كمان قديش حبه عم يحرقني. طلعي فيني وقولي الحقيقة، أنا هالقد بشعة؟ وقال من شكلي مبينة هبلة، أنا عن جد هيك؟ قال عني بشعة يا شجرة المشمش، قال أنا مو حلوة بشعة. افتكار؟
يا بنتي افتكار حبيبتي. يا أمي أنا طلعت مش عم اطلع حظي وقدري بهالحياة. شو اللي عم تحكي يا بنتي؟ أنتي مالك هيك؟ مراد؟ ايه؟ وينك؟ وين كنت يا سلمة؟ شوفي دورت عليك، أبوك بده إياك يعني؟ ايه امشي. لك شو صاير؟ شو بده؟ هلا والله أهلا وسهلا فيك يا داود، بس كان لازم تخبرني بالأول حتى يكون الاستقبال أحسن. للصراحة أنا تقصدت ما أخبركم. ايه فكرت بالموضوع اللي حكيت معك فيه؟ شو قررت؟ ما في داعي نضيع وقت، خليني اسمع من تمك. ايه الواحد شو بده بحياته غير انه يشوف اولاده مبسوطين؟ والله يا رشاد اغا ضليت فكر وقررت. انت عندك هالصبي وانا عندي هالصبيه. انت اغا وانا اغا، وافق خليني ارتاح. انا شايف انه مقدر لنا نكون عيله وحده يا رشاد اغا. مبلا هذا الكلام الحلو، بارك الله فيك. انت الوحيدة اللي بتعرفي قديش بحبه، وبتعرفي كمان قديش حبه عم يحرقني. وين صهري الغالي لكان؟ هلأ شوي وبيجي. علي رضاه. نعم يا سيدي. ما حدا لقى لمراد لسه؟ ما تشغل بالك سيدي، ما تقول غير إجا. ها ليك وصل. هيك الشباب على طول، الواحد ما بيعرف وين بده يلاقيهم. أبي قال بدك ياني؟ ايه مبلا بدي اياك، بدي عرفك على داود أغا. أهلا وسهلا، سمعت كتير باسمك. شبك واقف هيك ابني، يلا قرب وبوس ايد عمك يلا. اه يلا. اه ايه قرب ابني. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. هذا ابني اللي بعرفه، عن قريب رح تكون صهره، مو هيك داود أغا؟ ايه إن شاء الله إذا الله راد. إن شاء الله إن شاء الله. الله يتمم على خير. ارتاح. عود ابني. يلا تعال. لا تعتبالي عنده شغل. ويمكن نحن فاجأناه. افتكار؟ شو مزعل بنتي الحلوة؟ لا تقولي عني حلوة أمي. ما في أحلى منك بالعالم، حدا قالك غير هيك؟ شو صاير؟ قطعتيلي قلبي. مو صاير شي، لا تخافي، بس حاسة حالي نعسانة. طيب نامي وارتاحي.
حبيبتي الحمد لله. شو هاد؟ فايزة ايه خانم؟ ها روحي اغسلي هدول. ها ابوك عم بدور عليك وكان قاعد تحت مع حماك، شفتون ما هيك؟ امي لسه ما شفتها للبنت ابني، شو صار لك؟ بس انا شفتها حلوة بتاخد العقل، واكيد بكرة رح تحبها بس تشوفها، وبكفي انها بنته لداود اغا، بتناسب اسم عائلتنا. يا امي كمان رح نعمل العرس بسرعة. انا مستحيل اتزوج. شو انت جنيت شي؟ والله ما يسمع أبوك ليقتلك. ليلو يعتذر منهم، ما بتزوج إلا البنت يلي بحبها. شو هالحكي يا مراد؟ أنت أبوك آغا. آغا على حاله مو علي، هو بس أبي وأنا بختار مين بتزوج. يا ابني مراد، يعني هلأ أنت بتحب بنت تاني؟ لا ما في أي بنت بحبها. افتكار افتكار يا افتكار. غريب والله، انت هون يا بنت؟ شو صاير معك؟ شكلك انت رايحة على النهر لهيك حاطة الجرات هون. بس أنا شوفي، ما بعرف زليخة، ما بعرف شي أبدا. ألف الحمد لله. والله تعبت كتير اليوم. كل يوم أنا بتعب، وركبتي صايرة ما عم تحملني. البيك على حق، الظاهر أنا ختيرت. لا لا تقول هالحكي، هلأ هيك عم بيقول هالوقح؟ عن جد ما بيستحي. أنت تعبت من كتر الشغل اللي عم بيجبرك عليه. هو ما قال بس إني ختيرت، وعم يقول كمان خرفت. الله الله، ما قدرت قله ذاكرتي سليمة، ليش بسترجي رد على البيك؟ إذا ما بدك تاكلي لمي الصفرة يا بنتي. من اليوم رح يبلش التعب. أنت ما بصير التعب حالك. فوق كل هالتعب لسه جايينا شغل مستنينا. وشو هالشغل كمان؟ رشاد بيك بده يزوج ابنه، وبده يعمل العرس بسرعة. معقول هالحكي؟ ليش العجلة؟ مين لحقهم؟ ايه لأن الشاب والبنت هن الاثنين أولاد أغوات، ومانن مثل الفقرة بدهم ينطروا ليعيش معه تكاليف العرس، والعروس بتكون بنته لداود أغا، ورح يكون عرسهم غير كل العالم. اسمعي منيح،
أنا قلت إنه هذا العرس رح يتم ولا يفكر إنه يخجلني قدام الجماعة، عم تفهمي؟ طيب طيب معلش اسمعني دقيقة. دخيلك شو هالحكي الفاضي؟ كيف يعني بيقول ما بده يتزوج؟ أنا بدي شوف أحفادي. الولد ما قال ما بده يتزوج أبدا، بس هلأ ما عم بفكر، لهيك برأيي الأحسن نعمل لهم بس خطبة. شو هو بنت يعني؟ شو اللي عم ينطره؟ مستحيل، قولي لابنك وفهمي ما يحلم يزلني، ولا أقسم بالله بقلعه. معقول أنت شو عم تحكي؟ العرس الأسبوع الجاي، وبتقولي هالحكي لمراد أفندي وبتفهميه؟ لا يحاول إنه يعترض، شي حلو والله كبر وصار يعارض. أنا ما متت لسه، أنا الأغا هون، ولما بوعد حدا بشي لازم كون عند كلمتي، ولا يحلم يخجلني قدام داود أغا وأهل الضيعة. والكلمة بتطلع من تمي مرة واحدة، ورشاد أغا ما بيتراجع عن كلمته. يعني بدك العالم يحكوا بظهري؟ مستحيل يصير هالشي. الله معك ويقويك، لا تتعب حالك كثير. فاطمة، امبارح بالليل نسيت قلك، قولي لأفتكار اليوم لازم تجي عبيت رشاد آغا. وليش؟ شو لأفتكار شغل عندهم؟ شو برأيك يعني؟ لا تساعدهم تحضيرات العرس، شو بده يكون شغلة يعني غير هيك؟ خلاص أنا بروح بدالها. لا لا، الست سمية قالت خلي افتكار تيجي ضروري، أول ما تفيق ابعتيها ولا تضيع وقت أبداً. لوين رايح؟ اسمعي لقلك، بلشتي بتحضيرات العرس مو هيك؟ ايه أكيد، ما تاكل هم. شو بيلزم مصاري ما يهمك، بتجيبي عالم يشتغلوا كل شي من أحسنه. ما مر على الموعد غير اليوم وخبرت كل الشغيلة، أصلا كل شي أنا مجهزته، ما عندي غير تحضير غرفة العرس. وأنا سألت ودورت منيح، بنت علي رضا شاطرة كتير ومعلمة بالخياطة، قال أحسن وحدة بالضيعة. منيح، معناتها جهزوا غرفة العروس، ما بدي ينقص شيء. ماشي روح انت. ايه مراد خلص اهدى يا صبايا، هي ما اجت اليوم؟ شو السبب يا ترى؟ بظن ما قدرت تجي من كتر الزعل. افتكار؟ معقول؟ شو؟ وين ابريق المي تبعك؟ ما بدك تعبي مي اليوم؟ مسكينة على ماما، سمعتي انه مراد بيك رح يتزوج ما؟ أكيد سمعت، مشان هيك ما أجت تعبي مي من النبعة، ضاع كل أمل وراح مع المي وما عاد فيها تعمل شي. يا افتكار برأيي تعالي بكرة الصبح، شو طالع بالإيد يعني؟ خلص صار مراد بيك من إيدك، روحي طبقي لك شب تعني غيره. المسكينة وش أصفر مثل الليمون. عملوا بعض. امشي. الله يعينهم على عقلهم. العمى
خلصينا بقى حشت كبري راس. تستاهلي الله لا يقيمك، تركوها بحالها بقى. العمى عم يوجعك شي؟ طبعا عم يوجعني. ما كان لازم تتدخلي بيناتنا. انتي ما بتخجلي من حالك؟ بعد شوي رح تتوجعي اكتر. اخ هي بتستاهل هالقتلة، بس انا زعلانة عليكي حبيبتي، عن جد انا اسفة. بسيطة، مو مشكلة كرمالك، وكلامك نساني كل الوجع. بس انتي شو صار لك اليوم جاني من الصبح؟ عم تسأليني شو صار لي من الصبح؟ انتي راسك عم يوجعك وانا قلبي واجعني، وانتي ممكن تطيبي بكرة الصبح، بس انا مستحيل قلبي طيب. خلصي ولا الله يحميكي. لسا ما اجت البنت لهلا؟ معقول تجي. انا ملبكه وعندي شغله كتير وقاعد عم بستنى بنت الفلاح لتجي. شبكي؟ حاضر ستي. آه ما انتبهت، ما كنت مفكرة أنه جايين عبيت رشاد آغا. امشي نرجع بلا ما نشوف الحفلة. بعرف كل شي، ما في داعي تتلبكي. يعني أنت سمعتي؟ ليش ضل حدا ما عرف؟ الشاب خطب يا افتكار. خلص خطب. ومين قالك بدي شوف مراد؟ عن جد عم تحكي؟ سمعت شو عم ينحكى عني، وما فيني أقول غير أنه شي بخجل. عن جد أنا خجلانة من اللي عم ينحكى. لا تهتمي ولا تحطي ببالك، يلا امشي نروح. أمه طلبتني للشغل ولازم روح يا زليخة، وأنا بتمنى أنه تكون هاي آخر مرة فوت على بيتهم. خليني روح وشوف شو بدها مني. يعطيك العافية. أهلين يا بنتي زليخة. أهلين إختي مريم، أنا جبت لكم هالبقجة. فيها كل شيء طلبتوه، غطى المخدات وغطى الدخت الكبير والشرشف كمان. تمام يسلموا، هلا باخذهم لجوا. يسلموا، كل شيء مثل ما طلبته. ماشي بالهنا، ان شاء الله يعجبوا الست سمية كمان. مبروك سلفا للعروس والعريس، وان شاء الله يعجبوكم. اكيد رح يعجبوها، هي بتعرف قديشك مزوقة وشغلك كتير مرتب. تمام يسلموا ايديك يا بنتي، كله مرتب وثقيل. وعقبال ما نفرح فيكي ونفرح بعرسك ان شاء الله. خبريني اذا عجبوها. اكيد اكيد رح يعجبوه. شو بتطلبوا؟ انا جاهزه. يسلم ايديكي. وامانه يا خاله، شو بيلزم تطلبوا مني وانا بجيبه؟ ايه تمام يا بنتي. يعني الشراشف عملتهم من احسن شيء. تمام. بتوصيني شيء يا خاله؟ سلامتك بنتي، الله معك. عن اذنك لك. سلام.
لك شو بك يا بنت؟ يلا امشي تحركي. ها اخيرا اجيتوا. مين منكم افتكار؟ انا. استني هون شوي. سمعت انك كتير شاطره بالتطريز وبدي اياك تطرزي هالشقفه. وشو هاي؟ هي قماشه حرير للعروس، رح تكون هي الغطا. وما عنا وقت كتير، فيك تخلصيها بسرعة؟ لا، أنا ما بقدر. وين بدك حط الجرة يا ست؟ روح حطها بالمطبخ يلا. شو قلتي هلأ؟ بتكون عندك قبل العرس. وهي إجرتك، وإذا ما بيكفوا أحكي. هيك تمام، الباقي هدية مني لابنك العريس. افتكار افتكار استني، افتكار استني شوي. افتكار وليش عم تركضي يعني؟ انت بتشهدي قديش بحبه يا مشمشة، وبتعرفي كتير منيح من امتى انا بحبه كمان. طلعي بوشي وقلي لي انا كل هالقد بشعة؟ طلعي بوشي منيح وقولي الصراحة، معقول انا بشعة يعني؟ قال روحي ما عادت مرحة وما عادت حلوة، وقال اني انا بشعة يا مشمشة. انا بشعة بشعة يا مشمشة. يا ربي انا شو عملت؟ معقول يصير هيك؟ افتكار مراد، شو رأيك يا ابني؟ بدي أخذ رأيك فيها. هذا الزواج ما رح يتم يا أمي، وشو ما بتكون عملوا مراد. يا بيك بترجاكي سامحي. لو سمحت يا بيك، الوقت قصير ولازم خلص شغلي قبل العرس. ما رح يكون في عرس، لا تتعبي على الفاضي. يا الله قديش عيونك حلوين. أنا لا وجهي ولا حتى عيوني حلوين، وحتى اسمي ما له معنى، أنا كتير بشعة. إذا في شي بشع فهو كلامي البشع، وأنت أحلى وردة شفتها بكل الدنيا يا افتكار. ما إلك ذنب بشي، الذنب ذنبي أنا لأني ما عرفت قيمتك لهلأ. بترجاكي سامحيني. معقولة تسامحي؟ استنيني. افتكار افتكار
شوفي وليش عم تصرخ؟ افتكر سكوت لا تعيط. جاي على بالي قول اسمك شو عيب؟ إذا حابب اسمي كل هالقد فخليه بقلبك، وأنا حفرت اسمك بقلبي. يلا أختي خلينا نروح. خلي عنك عمي، لا تعب حالك كتير لو سمحت. زليخة حاسة حالي رح أعمل أي شي من الفرحة، أي شي. كيف يعني؟ يعني أي شي. عن جد ما بعرف، أنا اليوم كتير مبسوطة. ليكي إجت هاي البنت اللي اتخانقتي معها. أنا آسفة يا أختي، معلش سامحيني. على شو عم تضحكوا؟ نلع لبرا ولك. ما رح أتزوج هاي البنت. وقف، بترجاك دخيلك لا تضربه. ما سمعتي شو عم بيقول؟ بابا هذا العرس ما رح يتم. إذا ما فاتت بنت داود آغا اليوم عروس على البيت، أنت بتنقلع لبرا، كلامي واضح؟ فكر وبتعرف إنه بعملها. أنت ولد عاق. لك يا ابني، شو جنيت أنت؟ يعني ما بتعرف مع مين عم تحكي؟ مع أبي يا أمي، مع أبي. استنى شوي، رشاد بيك صار آغا قبل ما يكون أبوك، عم تفهم؟ شغل عقلك يا غبي وفكر شوي. داود أغا بيكون خلص تجهيزات العرس هلأ، مفكر أبوك بيتراجع عن كلمته؟ أمي أنا عشقان وبحب بنت تانية، وبنت داود ما بدي إياها ولا بدي أي واحدة بعد اليوم. طلع بيحبني يا مشمشه. يا الله أنا ماني مصدقة حالي اليوم، حاسة حالي بحلم. والله لو ما كنت شايفة هالشي بعيني وأنا كمان ما كنت بصدق. خلص قرب الوقت يا أختي ورح نلتقي. يعني رح يكون عرسكم بعد 3 أيام؟ أنا ما عم صدق يلي صار. يعني رح يجي رشاد آغا بكرة ويطلبك من أهلي؟ افتكار عن جد كأنه مثل الحلم. لا تضل عايش بهالحلم، قوم قوم فيه. شفت أبوك شو قال وسمعته بابنك، إذا ما تزوجت بنت داود آغا رح يقلعك برات البيت كله. يعني بقدر روح؟ يا حيف عليك يا مراد، أنت ما عندك عقل تفكر بنوب؟ لازم تفكر شوي، إذا خالفت كلام أبوك وأخذت اللي بتحبها يعني وين رح تروح؟ وين بدك تقعد؟ وين بدك تعيش؟ كيف رح تاكلوا وتشربوا؟ ولا مفكر أبوك رح يصرف عليكم؟ يا أمي خراس فعلا غبي، مين هاي البنت اللي رح تقبل تعيش مع واحد ما معه طعميها؟ سمية سمية يلا جاية. وينك انتي؟ جاية جاية. لك انا حذرتك وقلت لك هلا وصل جهاز العروس. ابني انا ما بعرف مين بتكون هاي البنت، بس يعني انت لازم تفكر لا تعشمها.
افتكار؟ انت منيحة مو؟ منيحة أمي، لا تاكلي همي. تعرفي شو هذا اللي عم تعمليه يا بنتي؟ طبعا بعرف، غطى للتخت واخيرا خلصت. هذا الغطا لتخت مراد ومرته، قصدي بنت داوود اغا. ما حدا بيعرف شو بصير يا امي، الله وحده بيعرف. ما فهمت شو قصدك. وصل بابا. يعطيك العافية. أهلين بابا. الله يعافيكم. تعبك كل يوم عم بيكون أكبر. ما رح نرتاح حتى تجي هالعروس بقى، اليوم كله راح على تجهيزات العرس. أوه، هيك عرس الغني. بابا، يعني لسه مشغولين بالتجهيزات؟ ها؟ قصدي، ما في شي رح يتغير؟ لا أبداً، ما شفت شي متغير. مثل شو بده يتغير؟ العرس بعد بكرة وكل الناس مشغولة بالتحضيرات. آخ يا تعبي، آخ حاسس جسمي مكسر. قومي حطي لنا أكل ميت من الجوع. يلا قايمه. أخ منك يا ابني، بس لو بتفهم علي شو عم بحكي. شو رح تستفيد إذا عملت اللي براسك وعاندت أبوك وأخذت اللي بتحبها؟ بتعرف شو ممكن يصير؟ وين رح تروح بحالك؟ كيف بدك تأمن حياتك؟ مفكر الموضوع سهل؟ ما في ولا بنت بتقبل بواحد ما معه يجيب لها أكل يطعميها. إذا بدك تحفظ اسمي اكتبه بقلبك، لأني كتبت اسمك بقلبي. اسكت، تضرب شو غبي، ما رح تقبل فيك إذا ما معك تطعميها. إذا بدك تحفظ اسمي اكتبه على قلبك، لأني كتبت اسمك على قلبي. اسكت، تضرب شو غبي، ما في ولا بنت بتقبل بواحد ما معه يجيب لها أكل يطعميها. لأني كتبت اسمك بقلبي، ما رح تقبل فيك إذا ما معك تطعميها. لأني كتبت اسمك بقلبي، ما رح تقبل فيك إذا ما معك تطعميها. لأني كتبت اسمك بقلبي، ما في ولا بنت بتقبل بواحد ما معه يجيب لها أكل يطعميها. يا الله، حاسس حالي رح جن من التفكير. اسمك بقلبي. اسكت، تضرب شو غبي، ما رح تقبل فيك إذا ما معك تطعميها. اكتبه على قلبك، لأني كتبت اسمك على قلبي، ما رح لأني كتبت إذا ما معك تطعميها. ما رح تقبل اسمك إذا ما معك تطعميها. يلا شيلوا، يلا بسرعة. ايه تمام، رح وصل لعندك. انا بالحاق بالتالي. يلا خفى يا زلمة. قولتك مطولة التجهيزات لتخلص؟ ما بعرف، حاسة حالي رح أفرط. يعني إذا مراد بيك هو بده يتجوز، نحن لازم نتعب. يلا يلا اشتغلي، شو بفيدك هالحكي؟ نحن علينا نشتغل شغلنا وبس. خفيها شوي. سيدي هذا منيح للمنسف. ولك شو هذا يا ربي؟ يلا يا صاحبي. ايه يلا على الشغل شباب. اوه العريس هون طالع بكير، اكيد ما عم تعرف تنام الليل. شو صاير؟ احمد بعدني عن هذا البيت. ليش هيك عم تحكي؟ تعال نفوت لشوف. ما بدي، لا اذا بضل هون انا رح جن. امشي خلينا نروح. يا اخي احكي لي شو صاير معك. انا غيرت رايي، بس المشكله انه ابي ما رح يغير رايه. عن شو عم تحكي انت مراد؟ عن الزواج؟ سمعتي اخر الاخبار؟ لا شو؟ عن التجهيزات اللي عملوها. احكي لي. كتير تكلفوا عليه. ايه اللي بيشوف شو عملوا بيفكروها بنت سلطان. ايه لكن شو مفكره؟ لحظة، هنن لساتهم عم يجهزوا للعرس؟ ايه طبعا، ورح يذبحوا 40 خروف. عن جد؟
ايه والله هيك بتكون اعراس الاغنياء ولا كيف؟ ايه معك حق مراد، امك معها حق، ابوك ما رح يريحك، لا تحاول تعانده ما رح تستفيد. هذا ما اسمه عناد، هذا حب. فكر بعقلك يا مراد، لنفترض انه ابوك غير رايه. ايه وبعدين تعرف شو رح يعمل وقتها لما يعرف انه اللي بدك اياها بتكون بنت فلاح؟ شو جاوبني؟ رح يوافق يا ترى؟ تعرفوا كيف بيفكر؟ كأنك اتفقت انت وامي. انا عم بحكي لمصلحتك، هذا الشيء مستحيل، ولو ما صار هذا العرس ابوك ما رح يزوجك اياها. انا اصلا شو دخلني تصطفل هيك لكان؟ ايه هيك طبعا. خلاص فكها بقى، شو هالقصة؟ بسيطة. ايه افتكار؟ يا بنتي شو صاير معك؟ ما في شيء أمي، بس كنت عايشة بحلم كبير وهلأ فقت. Yesibalarında dolanıyorum Yitirdim yârimi Aman aranıyorum Bir tek selamına güveniyorum Gel o Dur yanıma Hallerimi söyle يلا جاية. ايه قلت اني جاية. رح افتح. مين؟ وصلي هالأمانة لمكانة. بكرة الصبح رح تجي العروس. افتكار؟ افتكار؟
عيط شبك لأن وصلت العروس. العريس وينه؟ وينه ابنك؟ بتكون جننوني؟ ليكو عم يلبس خلص لهلا عم يلبس؟ قلي له يستعجل يلا. طيب خلص روح انت. ابني مراد لسه لهلا ما لبست، قوم بسرعة أبوك طالع خلقه. يلا لك يلا ابني. ماني مرتاح يا أمي. يلا قوم خلصي بعدين بترتاح، جابوا العروس رح يوصلوا. حاسس كأنه في حدا ماسكني من رقبتي. خلص مراد يلا، أحسن ما يجي أبوك ويمسكك من رقبتك عن جد، وقت خلي هالإحساس يفيدك. يلا كل الناس تحت عم تستناك لتنزل، بدل ثيابك بسرعة. تمام؟ قلت لها هالحكي كتير وما كانت تسمع. سوا سوا كلنا سوا. أمي فاطمة لا تزعلي، بكرة رح تفهم وهي أكيد رح تشوف الحقيقة ويبطل الحب عام عيونها. بتمنى، قلت لها هالحكي كتير وما كانت تسمع. شي أكيد ما رح ياخده بنت الفقير، بكرة لحالة رح تعرف شو يعني هالحكي. يا أمي افتكار شافتها للعروس؟ أكيد بتكون شافتها، الضيعة كلها سمعت أصواته وعم بيحتفلوا معه عرس آغا. ألف لعنة عليك يا مراد، إذا ما كان حاببها ليش عم يعطيها أمل ويخليها تحلم بحبه إله وتعيش بعالم الأوهام؟ يوم بيخليها فرحانة ويوم بيخليها عم تبكي. آخ يا بنتي شو بعمل لحظة سيئة.
يلا ايوه يا عيني هل عرفت شو حلو؟ يلا يا أيوة أيوة يا عيني يا عيني على الرأس يا أيوة أوكي في خطورة أيوة يلا يا شباب رامي هاي العروس خلصت وجابوها على البيت وين العريس زيك يا شباب يلا ايوه ما سكت ايوه يلا 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 تعالي لعندي خربت خربت يلا ايوه ايوه تعالي شوي ايوه وين ابنك يا سيدي يا عيني يا عيني ايوه يا عيني يا زين سلام يا شباب يلا 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 سوا يلا سوا يلا وين ابنك ليش لهلا ليش تأثر ما اجا؟ معقول العرس شغال وهو ما نزل؟ خلص طول بالك هلا شوي وبيجي لكفة اللي لي طول بالك بالله عليك تروق اعصابك رح نروح ندور عليه روح لعند ضيوفك وما تاكل هم هلا ما بشوفه غير اجا والله عملوا الجو بهالحفلة روحوا دوروا عليه حوالين البيت إيه؟ يلا فوق يلا بسرعة يلا ايوه بسرعة مراد وينك يا ابني مراد مراد وينك مراد ما لقيته ابدا ستي روحي دوري بكل الغرف مراد ما في حدا حوالين البيت ستي رجع دور مره ثانيه يلا فور وانت دوري تحت كمان يا رب شو هالمصيبه هي افتكار كتبت اسمك على قلبي يا افتكار وشجرة المشمش هي شاهدة انه اسمك جوات قلبي تعالي معي يلا قربي مراد هي حقيقة مو ما عم بحلم يا الله دعواتي كانت مقبولة مراد أنا كنت فكر فيك كل الوقت حبيتك وكنت بعرف إنك مالك لإلي بعدين لقيت حالي عم حبك أكتر وكتبت كتبت اسمك على قلبي يا افتكار ما في شي رح يمحي من اليوم ورايح قدامنا حياة كبيرة رح اشتغل وما رح خليكي تحتاجي شي أبدا وشك الحلو ما رح يبكي بعد اليوم ورشاد أغا حبيبتي
أنا بعرف منيح كيف راضيه، بس يشوف حفيده على إيده. خليك منتبه منيح، شغل الديناميت ما في مزح، حطهم هنيك بسرعة. ما استنى شوي، لا تعطي هدول المواد للعمال، لا قدر الله بيعملونا مصيبة. انتبه منيح لا تحملون هيك. لا تقلق علي، من لما كنت ولد صغير كنت اشتغل فيهم. بعرف يا أستاذ، بس فكر بيك بيخاف عليك، لهيك خليك منتبه منيح. تعرفين انك بنت حلوة؟ عمي؟ يا عمي شوفي خلاص تركي. شو بدي اعمل فيها؟ هلا فهمت، بدك حطها على البدلة. برافو عليكي. لا لا تحطها هون يا عمي، هي مشان تهدية للبنت اللي رح تشوفها. هدية للبنت؟ يا مرتخي. اوهو ليكي بنتك ما عم تتركني بحالي. اي شو اعمل جمال؟ خير ان شاء الله. لوين رايح لحتى مأنق حالك هالقد؟ رايح يشوف زينب ويقول لها بتقبلي تتزوجيني؟ يا ملعونة انا بورجي، خليني امسكك يا بنت. يلا تعي. زينب لوين رايحة يا حلوة؟ كنت بدي أحكي معك شوي. مفكر إني رح أسمعك؟ يلا روح من وشي. زينب حاج تهربي، شو عم تستفيدي؟ أنت بتهربي وأنا بلحقك عطول. رح يكون حسابك صعب إذا بتلحقني. أنت زلمة ما بتفهم الحكي من أول مرة؟ قلت لك ألف مرة أنا بحب جمال. عم تحرقني هدول الخدود الحلوين وعيونك اللي مثل حبة اللوز. إذا أنت كتير حلوة شو بدك مني أعمل؟ مجنون على الآخر. وأخيراً فهمتي علي بالآخر، أنا واحد مجنون فيكي، مجنون. تروكي إيدي. اهدي زينب، بدي بوس خدك مرة واحدة، بس مرة، خليني حقق هالحلم. يلا يلا يا شباب خفوا ايدكم استعجلوا. يا لطيف شو صار؟ لا مهلا وقت هذا الانفجار، ما قدروا يعجلوا الشغله شوي. فخر الدين يا لطيف. فخر يا الدين. لطيف شو هاد ابني فخر شو الدين؟ شو عم بيصير يا شباب؟ فخر الدين عم نلحق بسرعه بكره بنطلعوا. يا لطيف يا لطيف ابني ابني. اخي ابني بلوح بلوح ابني حلوم حبيبي حبيبي ابني. قوم قوم لا يا ابني يلا قوم قوم حبيبي يا ابني. رفيف ليلي لشوف زينب رح تقبل تتزوجني ولا ما رح تقبل؟ رح تتزوجك رح تتزوجك رح تتزوجك. بس يا بنت رح تتزوجك. بس هلا بتسمع ستك. بس رح تتزوج. والله مالك هينة يا بنت، عن جد ملعونة. اوبا جمال. ايه لا تتأخر بالليل منشان نقعد على سفرة واحدة بس رجع أخوك من شغله. ماشي أختي. أختي عطيني رأيك كيف؟ عن جد طالع بتطير العقل. عمي
رح يصير عندك أولاد بس تتزوج أنت وخالتي زينب مو هيك؟ سكتي يا ملعونة. وينك أمي؟ وينك أمي؟ وينك يا أمي؟ أمي ردي أمي. شو في يا خليل؟ أخي فخر الدين. شبو أخي؟ شو؟ انفجار، صار في انفجار. شو؟ أخي بسرعة. لا مو معقول. يلا بسرعة. ابني يا ربي شو صار لابني؟ يلا ابني تعالي بسرعة. يلا بسرعة ابني. ابني ابني حبيبي. ابني أخي. ابني أخي يا روحي حبيبي.
ما حسرتي عليك. دهني حبيبي. خليك قوي جمال. شكرا يا زين، شكرا. يلا مكتب قومي بترجاك، قومي يلا بترجاك. فخرتين بيبي طولي بالك مرتخي. يلا 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 مرتخي، شدي حالك، خليكي قوية، قومي. جمال مات أخوك يا جمال، شو رح يصير فينا؟ الله يرحمه. الله يصبرك ويخلي بيك. شكرا يا جماعة، تشوفوا الخير. جدي جدي، نحن بدنا نروح على بيت تاني. رفيف مضي على دفن فخر الدين 40 يوم، قلوبنا معك. يبارك فيكم. جينا لهون لناخد بالخاطر، ومن جهة تانية لنشوف وضع أختنا هاجر وولادها. يا بكر بيك، أختنا هاجر صارت أرملة وعندها ولدين وبعدها صبية، ولهيك ما في غير طريقين قدام اختنا هاجر. يا اما مناخد اختنا معنا. الاولاد امانه ابني عندي، وما راح اسمح يطلعوا من هالبيت، مستحيل اتخلى عنهم. هدول بيكونوا اولاد ابني، راح ربيهم وحطهم بعيوني، ما بناقش بهالموضوع. معناها راح ناخد اختنا هاجر معنا وخلي الاولاد هون. عمرك شفت ام بالدنيا بتترك اولادها وبتروح؟ بنات الاصل بيبقوا مع اولادهم، رح تكون حياة الأولاد سيئة بلا أم. بكر بيك، شو الحل؟ بالنسبة إلنا ما حلوة نترك أختنا لحالة وهي أرملة بهالبيت، فشو نعمل؟ أختكن هي بنتي وأولادها هنن أحفادي، رح تكون مكسورة بينكن، هي أرملة. شو هالحكي؟ ما برضاها تنكسر أو تحس إنها غريبة، مثل ما كانت عايشة وابني موجود بتضلها. صراحة لهلأ الجرح لساته مفتوح، يعني لسه ما تسكر، بيجوز مع الوقت تحس انه اختي صارت عبء عليك. بكر بيك، عم تنسى انه في شاب بالغ ساكن بنفس البيت. انا بقصد انه هذا عكس تقاليدنا. اذا هيك القصة انا عندي حل تاني. العرف. جمال
اشتقت لك كتير، فكرتك ما رح تجي اليوم. ما بقدر اترك البيت يا زينب، ما بقدر. مرق على وفاة أخي شهرين تقريباً، والكل وضعهم صعب، أمي وأبي ومرت أخي. بتصدقي مثل نار عم تشعل جوات قلبي، عم بحترق، عم بتعذب زينب. لو مالك موجودة شو كنت بدي أعمل؟ هالحكي مو معقول، أنا معك على طول لو شو ما صار. حبيبتي تعرفي وقت اللي إجا خبر وفاة أخي كنت مجهز حالي لأجي شوفك، لو تعرفي قديش كنت متحمس وقتها. طيب ليش؟ قول ليش كنت كتير متحمس؟ لأنه أنا كنت بدي قلك بتقبلي تتجوزيني؟ بس هلأ لساني ما عم يقدر يقولها. بعد ما توفى أخي كل شي تغير. طمن بالك من جهتي، أنا بحبك من كل قلبي، مستحيل أقدر أحب حدا غيرك، رح أستناك. بس لأيمتى يا زينب؟ ما بقدر أوعدك. قديش بدك تستنيني؟ قديش؟ لحتى موت يا جمال، لحتى الله ياخد أمانته. بحبك زينب، بحبك. المكان اللي تركه فخر الدين بحياته رح يعبيه ابني جمال. رح نزوج جمال من هاجر. من اليوم ورايح رح تصير هاجر مرت ابني جمال. فكروا بالموضوع ودرسوه منيح. هذا الحل بناسب الكل وما بظن رح يكون في اعتراض، لأنه هيك الأعراف بتقول. بكر بيك معه حق. بالعرف أخو زوجها هو أحق واحد بأنه يتزوجها. طبعا هاد إذا وافق جمال، مو بكر بيك؟ جمال ما بيعرف بهالشي. اللي رح يصير هلأ حسب الأعراف. طيب منستأذن، قدامنا سفر. بالإذن يا جماعة. أمي بترجاك لا تعملوا هيك. أمي الله معكم، مع الله السلامة. تستمر الله يصبركم يا رب. وإلى بالإذن. شكرا أخي، شكرا أخي. الله يصبرك أختي. أخي. الله يصبرك. الله يصبرك أختي. لا تعملوا فيني هيك أخي. لا يا أخي لا. الله يصبركم. بالإذن، مع السلامة. يسلم تمك. الله يسلمك. الصوت الحلو. شكرا. حلو والله. كل يوم لازم. يسلم هالتم، غنيت كتير حلو. أهلين أخي. صوته بجنة. هاي أول مرة بشوفك عم تضحك بعد موت أخوك. إيه، لأنه شفت زينب قبل شوي وحكينا مع بعض كمان. حكيته بخصوص الزواج؟ زينب رح تستناني يا عارف، وبعدين الأمر رح يتيسر. بعد ما قالت لي إنه رح تستناني السنة أو السنة الجاية، ما بتصدق قديش ارتحت يا عارف. كتير مرتاح. بركي تفرج جمال. ما فينا نوقف بوش القدر. الحياة رح تستمر وما بتوقف عند حدا، وإذا انكسر غصن من الشجرة ما بتموت، ورح تكبر وتستمر بحياتها. كلامك صح، معك حق يا عارف. مين بيعرف؟ زينب رح تستناني يا رفيقي. اللي بعرفه إنه رح نجتمع. بعد ما قالت لي إنه رح تستناني، مو مهم، بالنهاية مع بعض. بس صدقني الانتظار صعب كتير يا جمال. عارف؟ قلتك رح تستناني؟ لا تشغل بالك بالموضوع. العشق مثل المي الماشية، بتاخد معها قلب الإنسان وما بتوقف. تطلع عليها بتشوف صورتك فيها. إذا أنت وزينب قدرتوا تشوفوا ببعض هذا الحب الكبير، فالشي الأكيد إنه ما رح تفترقوا عن بعض. صحيح يا عارف، معك حق. أمي لا تعملوا هيك.
هذا الشيء مانو منطقي. أنا كيف بدي أتزوج جمال وهو مثل أخي؟ كيف جرحي على فخر الدين لسه طري؟ وفكرة هذا الشيء كتير سهل علي هاجر. إذا كان فخر الدين زوجك فهو ابني، ابني. أنا روحي عم تغلي وقلبي جوا عم يحترق. أنا أم يا هاجر، أنا أم. معناها ليش يا أمي ليش؟ كيف فيني أقبل بهذا الوضع؟ هالعادات ظالمة كتير. أنا دفنت ابني بإيدي هاجر. مات ابني اللي كان مثل الجبل وأنا انهرت. كتير علي هالقد. وقت تتزوجي انت وجمال رح يكبروا اولاد ابني حدي ببيتهم، وما حدا رح يقدر يجيب سيرتنا بالعاطل. امي هذا الشيء ما انه منطقي بنوب. جمال مثل اخي يا امي. خلص لا تعذبي حالك يا بنتي، هاد هو عرفنا. فكري، فكري بالموضوع بالعقل. وين رح تلاقي احسن من جمال يحمي اولادك ويحبهم ويحميكي؟ اه وين؟ لا تجني يا بنت. امي كيف بتزبط انا وجمال؟ كيف بشتغل خدامة عندك؟ بنتي حاج بقى بكفي دموع. هي هي عاداتنا وكل الناس بتمشي على هالتقاليد. بس ظلم هالتقاليد. أكيد في حكمة لجدودنا من هاي التقاليد. شكري ربك، شكري. لو ما عملنا هيك وقررنا نزوجك من أخو زوجك، قولي لي شو كان مصيرك يا هاجر؟ مين كان رح يرضى فيكي مع أولادك؟ شكري الله هاجر، شكري. على الأقل ما رح تتركي ولادك ورح يضلوا معك. وقت تتزوجي من جمال رح تضل عيلتك هي هي وما بيتغير عليك شيء. انت مجبورة هاجر، مو بكيفك. مين رح يكون أحق فيكي من جمال؟ مين رح يحميكي مثله؟ آه قوليلي. تقبلي ترمي ولادك بحضن واحد غريب هاجر؟ اقتنعي يا بنتي بكفي. أمي شو مشان هالحجاب الأسود يلي حاطته؟ من شان جوزي يلي مات وولادي، ابنك وابني يلي عم يرضع. أمي لا تعملي هيك. أمي لا تضيعيني أنا وجمال. أمي أنا بترجاكي لا تعملوا هيك، بترجاكم لا تعملوا هيك. يلا نام، يلا 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 نام. رفيف تعي 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 تعي. اوبا حبيبة قلب عمة انت. ما لازم ناديك عمي بعد اليوم. وشو رح تناديلي؟ بابا. مين قال؟ وبس يكبر اخي مراد رح ينادي لك هيك. ستي هيك قالت لي. ستك كانت عم تمزح معك. وين ستك هلا؟ كانت جوا بالغرفة وقاعدة عم تحكي مع امي. يلا روحي سكتي اخوك لشوف. يلا 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 نام. هاجر أمي شبه مرت أخي، شو صاير؟ مستحيل. لا ابني، ابني اسمع. ما بيصير يا أمي. جمال هي عاداتنا، معقول تترك هاجر وولادها بدون حدا مسؤول عنهم؟ معقول تترك الناس تحميهم؟ هدول أمانة أخوك برقبتك بعد ما مات. نحن فكرنا بالموضوع وما في حل قدامنا غير هيك. أمي، أمي لا تعصب على الفاضي جمال، هاد قرار أبوك الأخير. العرف، العرف يا ابني، العرف بيقول إنك لازم تتزوج مرت أخوك. لا تجني يا أمي، هذا جنان. هاي مرت أخي، كيف بدك ياني ألمسها؟ كيف؟ بس هيك تقاليدنا بتقول. جنم لي تحرق هالتقاليد، جنم تحرقها. Ha 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 ha
بابا صحيح مثل ما قالت امي؟ اللي مو صحيح، اللي مو صح. اللي قالته امك صحيح يا جمال. لا بابا هالشي مستحيل. عود يا ابني عود. الله اعطانا ولدين وحفيدين وكني وحده، وارواح كل هدول امانه عندي، وهو اعطانا هالروح وما فينا نحاسبه وقت بده ياخدها. وهلا اخوك مات قدره، نحن فقدنا ابننا ومالنا ايد بهالشي. بموت ابني فخر الدين كل البيت معتم وما في روح لاي شي بنوب. كسر لي ظهري والدموع حرقت عيني، وهاجر لسه صبيه، واذا راحت لبيت اهلها اكيد اخواتها راح يزوجوها، ما راح يتركوها هيك. ولهالسبب ما بدنا نفصل الاولاد عن امهم ونحمل هالذنب، واذا تركناها تروح راح تتزوج بالاخر، فمين هالزلمه اللي راح يحب اولاد اخوك مثلك؟ بابا إذا راحت لبيت أهلها بدون أولادها، رفيف ومراد بيصيروا بلا أم وبدون أب، كيف رح يربوا؟ يلا قلي ابني. الحمد لله إن جدودنا ما فاتتهم القصة، والعادات والتقاليد هيك بتقول. ما طالع بإيدنا شي يا ابني، مشان ما يربوا أيتام وما تبقى مرت أخوك أرملة وبلا زلمة. حسب العرف عنا بعد ما مات أخوك مرته بتكون ميراث إلك. انت هلأ صار لازم تتزوج مرت أخوك، وغير هيك نحن وقتها رح نأمن إنه الأولاد رح يربوا مثل أولادك. بابا لا تطلب مني هذا الطلب، ما بقدر أعملها، ما بقدر يا بابا، ما فيني. لا تعمل فيني هيك، لا تحطني بهيك موقف. بس العادات ما بتسألك إذا بدك أو لا، الأمر بيتنفذ. كيف صار جمال يا زينب؟ ما خف وجعه على أخوه؟ ما بيخف أبداً، هذا الوجع مانو سهل، مع الوقت رح يتقبل الموضوع. إيني بيعرف إيمت رح تتزوجي أنت وياه لكان؟ لك شو هالحكي هاد؟ بالنهاية الحياة رح تستمر؟ أي صح، الحياة رح تستمر والموت فجأة بيجي. مين بيعرف إيمت رح يقبل إنه تتزوجه؟ بجوز تستنوا مدة طويلة. لك غصون؟ تركي يا عائشة لا تهتمي، هي بتغار منك. منعرف انه بتحبه لجمال، مفكرتنا مو حاسين، بس ما تلعب بعقل جمال وتحاول تخطفه منك ما انا سهله. اذا رح تقدر تلعب بعقل جمال وتغير حبه ومشاعره تجاهي وقتها تصطفل منها لإله، وانا ما بقبل بحبه. خلي ياخد غصون يتهنوا ببعض. لك كبري عقلك، شو دخل جمال لتحكي هيك عليه؟ شو صار لك فجأة لحتى هيك عم تهاجمي؟ زينب لك شو هالحكي هاد؟ شو في؟ بكفي عائشة. اها طلعي على حالك، طلعتي بتغاري على جمال كتير يا بنت. أنا ما بغار عليه، وأنا كتير صدقت. قلت لك أنا ما بغار. ها جمال إجا وعم بيحكيها لغصوم. قال ما بتغاري. قال أنا بحب جمال كتير، وقت فكره مع أي بنت أو حتى أنه ممكن يطلع على بنت غيري بحس حالي رح موت. يا قلبي أنتي رح يجي يوم وبتتزوجي اللي بتحبيه، وطالما أنه أنتوا بتحبوا بعض ما حدا رح يقدر يفرقكم. عائشة تعالي لهون ساعديني. زينب بكسر لك إيدك إذا بتفكر تلمسني. كل الأحوال أنتي رح تصيري إلي.
شو رح يصير إذا لمست إيدك قبل بوقت أو لمستها بعدين؟ موت قبل ما أصير لإلك. كوني إلي وبعدين موتي إذا بدك. زينب ما رح أتجوز مرت أخي يا عارف، مستحيل. قديش حرق هالشي قلوب ناس قبلك؟ كم واحد مثلك وبنات مثل هاجر داسوا على قلبين ومشيوا، ولسه أهلنا ما تخلوا عن هالعادات ولسه عم يمشوا عليها، وما شافوا دموع هالبنات وحرقتهم بعد ما يدفنوا زواجهم، بيرموهم بدون أي تفكير لأخوات زواجهم بلا رحمة. شو طالع بإيدنا يا جمال؟ ما في قدامنا مهرب من القصة. الموت أهون، بموت وما بلمس شعرة من مرت أخي، وخليهم يدفنوني جنبه لأخي. لجهنم هاي التقاليد، يقطعوا لي راسي. ساعدني عارف، ساعدني. وكيف بقدر ساعدك يا أخي؟ لو عندي حل ساعدت حالي. اسمك عارف وشاعر، وفوق كل هذا الشيء كمان أنت أخي. لو أنت رفيقي عن جد تقعد بتفكر معي بحل. أنا جواتي عم يحترق، شو نفعه البزق؟ رح تحميني وتار هالآلة من عادات أهلي؟ عم بطلب منك تساعدني عارف، بدي إياك تساعدني. ما بدي تغني لي، بدي تلاقي لي حل. وأنا عم حاول ساعدك يا جمال. ورح تساعدني بهاي الآلة؟ حاكي أبي واقنعه إنه غلط. قل له أي شي يا عارف، قول أي شي لأمي لأبي، المهم أحكي شي. أنا حكيت مع أبوك من قبل يا جمال، بس قلبه قاسي كتير وما بيلين. شو أعمل؟ المامي بنت عشرة وهم طابوا طاقة مقصودين، عين طابوا لجنة فرضا شما جاترين، عين طابوا خلص. لا تعذبي حالك يا بنتي، هاد هو عرفنا. فكري بالموضوع بالعقل، وين رح تلاقي أحسن من جمال يحمي ولادك ويحبهم ويحميكي؟ وين؟ وكل الناس بتمشي على هالتقاليد، أكيد في حكمة لجدودنا من هاي التقاليد. شكري ربك، شكري. لو ما عملنا هيك وقررنا نزوجك من أخو زوجك، قوليلي شو كان مصيرك يا هاجر؟ مين كان رح يرضى فيكي مع ولادك؟ شكري الله هاجر، شكري. على الأقل ما رح تتركي ولادك ورح يضلوا معك. وقت تتزوجي من جمال رح تضل عيلتك هي هي وما بيتغير عليك شيء. انتي مجبورة هاجر، مو بكيفك. مين رح يكون أحق فيكي من جمال؟ مين رح يحميكي مثله؟ قوليلي. تقبلي ترمي ولادك بحضن واحد غريب هاجر؟ اقتنعي يا بنتي، بكفي. هاجر؟ هاجر وين عقلك يا بنت؟ مو سامع صوت الولد؟ تعا حبيبي تعا، يا روح ستك انت. ما تركتني كان بكير. ليش رحت وتركتني لحالي بهالدنيا؟ رموني بعدك بالنار. آه.
لا تقلي إنه بقدر حل الموضوع بالعقل. لا يا بكر، ما عم يطلع بإيدي. حكيت مع جمال، حكيت مع هاجر، وعم حاول أقنعهم، ولا جمال راضي عن هالقصة ولا حتى هاجر. ما عاد بدنا دموع أكتر، قلبي عم يحترق. من جهة ابني فخر الدين وقصة موته، ومن جهة هالتقاليد. ما لازم نزيد الوضع سوء أكتر. هلأ أكيد عقله ما راح يستوعب. تركي جمال علي، أنا بعرف كيف خليه يقبل. ما راح نخرب هالبيت ونتخلى عن كنتنا والأولاد. ما حدا بيوقف بوش العادات. جمال راح يتزوج مرت أخوه بالغصب. أمي؟ أمي، هاجر شو قالت؟ شو رح تقول يعني؟ لازم انتو اتنين توافقوا على القصة يا ابني. أمي، هالشي ما بيصير، ما بيصير. ابني، هاد أمر واقع، فلا تعذب حالك. فكر منيح، هاجر والولاد معقول نخسرهم؟ ما بيصير يا أمي، ما بيصير. أمي، بحب بنت تانية. أنا بدي اتجوز زينب. احكي مع لكان مشان ما تتأمل. انت رح تتزوج مرت اخوك هلأ. جمال شو صاير؟ ولا شي. ليش عم تحضني بهالطريقة؟ قلي جمال شو اللي صاير؟ ولا شي. كل القصة بركي ما قدرت أحضنك مرة تانية. شو هالحكي؟ قلي شو بيخطر لك تحكي هيك؟ زينب، لازم خبرك بشي مهم. بعد ما توفى أخي أنا، قصة الزواج رح ضل استناك دائما حبيبي جمال. جمال رح يجبروني اتجوز هاجر. شو؟ العرف هيك بيقول العرف. إذا أنا ما تجوزت مرت أخي، إخوات هاجر راح ياخدوها، وبعدين حيجبروها تتجوز من رجال تاني. راح تتدمر حياة هاجر والولاد معها كمان. وأنا شو بالنسبة إلي؟ شو راح نعمل يا جمال؟ زينب، سكوت، راح يجوزوها أخواتها من زلمة تاني يا زينب. روح روح، يلا روح جمال، روح كون المنقذ لهاجر. تزوجها، وبس تزوج من غيرها رح تندم بوعدك. زينب، بعد تركني.
أنا عم بختنق يا زين. ساعديني، تعرفيني بحبك، بترجاكي لا تتركيني. جمال حبيبي ساعديني يا الله، ساعدني يا رجال. برافو عليك بنتي، صرتي صبية ما شاء الله. انت بدك تلعب معي جدو؟ شو جدك من عمرك ليلعب معك؟ هي امي اكبر مني بكتير وبتضل تلعب معي. شو صار هاجر؟ رايحة أمي. لوين؟ وين بدها تروح؟ خلص أنا رايحة عبيت أهلي. أمي وأنا كمان بدي روح معك. بابا من بعد إذنك بدي أخذ أولادي لأنه هن لساتهم صغار، لازم يضلوا بيت أبوهم، فهمي؟ خلص بابا الله يخليك ما تخلي ولادي يربوا مثل اليتامى، ما بدي اياهم يعيشوا بلا ابوهم وامهم. رح تتزوجي زلمه غريب وتخليه يربيهم؟ كيف لك قلب تجيبي لهم زوج ام؟ مستحيل، والله ما رح اعمل هيك، والله ما بتزوج حدا بعد فخر. ايه لكن ليش بدك تروحي عند اخواتك؟ خليكي عايشه معنا هون، على القليله رح يربوا الاولاد ببيت ابوهم. امي امي رح تخليني ضل هون؟ ما بدك يعني روح؟ يلا قولي ايه، يلا بوعدك ما عندك، واعمل يلي بتقولي ورح اخدم الكل ورح ضل بالبيت وما رح اطلع بدون ما تسمحي لي انتي. ما رح تحسوا بوجودي، ما بتسمعوا صوتي، وما رح ازعج حدا هون، وحتى لو شو ما عملتوا فيني ما رح افتح تمي ابدا، بس اماني ما تبعدوا ولادي عني. أمي رح تضلي بالبيت ورح تتزوجي جمال وتربوا ولادك سوا. بعد ما مات فخر الدين ما عاد إلك حدا بهالبيت، وما بيناسبنا نخلي وحدة مثلك عنا. نحن هيك العادات والتقاليد بضيعتنا، تتزوجي أخو زوجك. ما فيني يا أمي، ما فيني بابا، ما رح أبعت أحفادي يعيشوا بعيد عن بيت جدهم. إذا بدك تروحي أنت يلا روحي، هدول من ريحة الغالي وأنا ما بتخلى عنهم. أمي أمي اتركي لي ولادي، خليني أخذهم معي، خليني. أمي أمي ما بدي روح، بدي ضل معك أمي. لا يا روحي حبيبي، بدي ضل معك أمي. يلا روحي على بيت أخواتك وولادك رح يضلوا عنا. يلا روحي، مو هيك انتي مثلك؟ لشوفي اذا بيتحملوكي اخواتك لبرا. يلا روحي امي، امشي بترجاكي، اطلعي لبرا، يلا نلعي روحي. امي بترجاكي، امي امي بترجاكي، امي افتحي الباب، افتحي الباب. Ha ha ha!
أمي بترجاكي. يا أمي بدي ولادي، بترجاكم بدي ولادي. أمي 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 مين على الباب هنية؟ هاجر. هاجر؟ تفضلي فوتي. هنية جيبي لها معلقة لتاكل. وين ولادك؟ عند بيت جدهم، ما خلاني عم يجيبهم. يلا حبيبي كون. تركتي ولادك واجيتي يعني؟ خدي وكلي معنا. شو جوعانة؟ لا أكلي. ما جابوا لك معلقة؟ قالت مو جوعانة. هاجر انت بتعرفي شو هي عاداتنا. كيف بتقلعوها لهاجر؟ كيف؟ شو بده يصير بالولاد؟ ليش لا تخلوها تروح؟ لا تخاف، ثلاث ايام وبترجع. واذا ما رجعت رفيف ومراد بيضلوا بلا امهم؟ معقول هالحكي؟ وشو فينا نعمل اذا ما رجعت؟ بعد ما تتزوج البنت بتصير تروح ضيفه على بيت اهلها، ولما تخلص زيارتها بترجع لهون. اول ما توصل رح نبلش بتحضيرات زواجكن، بعدين بيصير فيها تقعد بيننا. أمي بكفي، خلاص ما رح أتجوزها. هاجر مرت أخي، مرت أخي. كانت هاجر مرت أخوك لما كان عايش، هي ما عاد اسمها مرته بعد هلأ. هلأ صارت مطلقة من أخوك. أمي خلاص، أنت لازم تاخد مرت أخوك. هاي العادات عنا ابني. عاداتكن أنتو، أنا ما دخلني فيها. طيب والولاد؟ فكر بولاد أخوك، كمان ما إلك دخل فيهم؟ ستي أنا بدي أمي. الله يخليك جيب لي أمي. إذا ما رح تتزوج هاجر رح يعيشوا الولاد بلا أمهم. اهدي بنتي لا تبكي. أمي بدي أمي هلأ، بدي إياها. رح تجي لا تخافي. سحر لا تعملي، ليش لا نخدمها؟ زبطوا لحالها. رح تضل هون. لا بعيد الشر، هي اصلا ليش اجت لهون؟ بدهن يجوزوها ابن حماها بعد ما مات جوزها فخر. ليش رافضه تتجوزه؟ منيح اللي قبل فيها اصلا. رح توافق بالغصب، ما بخليها تضل هون، نحن منطفشها. المسكينه زعلانه كتير، حرام عليك. هي البنت وقحه، مو شايفه انه نحن مو شبعانين الاكل؟ يعني مو احسن للضلم عزه زي مكرمه ببيت البيك؟ جاي عبالي امسكها من شعره وقلع. وطي صوتك مو حلوه هلا بتسمعك. خلص اسكتي. تفضلي. وهي المخده تبع الضيوف، وهي بطانيات الضيوف. عذبتكم معي؟ لا عادي، نحن منكرم ضيوفنا يا روحي. يلا منشوفك بكرة.
يا روحي. اللي جدو إمتى رح ترجع أمي على البيت؟ رح تجي حبيبتي مو مطولة. حبيبي سكت الورد، ليش ما عم يوقف بكي؟ شو بدي أعمل؟ ما عم يسكت أبداً. هاد الولد بده أمه، وأنا بدي أمي كمان، بدي ماما يا ستي. جمال هاتي لهون، خود اهمله. ما بدك تمشي على العادات ما هيك؟ انت مبسوط بحالتهم؟ نعمل هيك مشان ما نبعد الام عن اولادها، هيك بتصير امهم فيها تضل عنا كل العمر، وهيك ما بيتيتموا اولاد اخوه. طيب ونحن ما فكرتوا فينا ابي؟ هاجر وانا هيك ببساطة بتجوزوا اثنين ما بيحبوا بعضهم؟ لك كيف بدي زور قبر أخي؟ وين بدي ودي وشي منه من الخجل؟ أنا كيف بدي ألمس مرت أخي؟ كيف؟ Yatam kardeşim, fark eder mi hayen gelmiş havacım? Yatağımda nasıl yatam kardeşim? Ben gibi baktı karalı var mıdır oy oy? Tereymiş yengemi alacakmışım oy oy. Ölmem mi beni taşlara vurun, tabuda kanım sürün. Aynı tabut içinde kardeşime götürün. ليك شوف مين اجا، شكله بده يتزوج مرت اخوه. ايه لازم يتزوجها، هي العادات والتقاليد، بيضلوا الاولاد معه بالبيت. مزبوط مجبور. جمال لا تعمل هيك. جمال اهدي زينب. جمال ما فيك تعمل هيك. جمال جمال الله يخليك لا تتركني. لا تعملي هيك. جمال جمال يلا حبيبتي يلا خلينا نمشي. لا تروح جمال. جمال رؤي حبيبتي رؤي، لا تزعلي ما بيستاهل صدقيني. رؤي قلبي رؤي اهدي.
ليكي شو جبت لك بنتي؟ انت بتحبي هي عالنعنع؟ شوف هالكلام عليك شو جايين سوا؟ انت عن جد روح عجد الله يعينه الله يعينه. خير ان شاء الله. شو عم يصير؟ شبل بنت الحلوه ها؟ انت روح انقلع. جمال وهاجر شفتيهم قديش لابين لبعض؟ ايه قدروا يوصلوا للي بدهم اياه واجا دورنا. عم اقول لك انقلع من هون. إذا حدا غيري بياخدك مني رح أقتل حالي يا زينب. شفتوا يا شباب؟ إيه؟ شفتوا كيف ناقشت مع أخي إيه؟ هاد؟ حظه حلو. إيه والله حظه حلو. منيح إنه راح العمى شو وقع. نهاد؟ آه؟ جيت شو بدك يا روحي؟ جيب أهلك المسا لعنا. شو؟ جيب أهلك المسا لعنا مشان يطلبوا إيدي. شو؟ خلص أنا قبلت فيك. وأخيراً قبلت. الحمد لله رح نتزوج. قلت لك رح تكوني إلي يا زينب. لا حبيبتي زينب أوعك. سكتي يا بومي. بس بشرط رح نعمل عرس ما صار مثله. اطلبي وتمني. إذا بدك بجيب لك رقاصة. وبدي العرس بنفسي ومعرس جمال. رح نحتفل كلنا سوا. يا الله ألف الحمد لله. رح أتزوج زينب وأخيرا رح أخذها. رح أتزوجها وأخيرا يا شباب رح أتزوجها. ألف مبروك. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. عم تنتقمي فهمي. هاجر عمك بده يعمل العرس الأسبوع الجاي، شو رأيك بنتي؟ رح نلحق نحضر كل شي لوقتها، ما في داعي نأجل العرس. عملوا يلي بيريحكن. الله يلعنكم كلكن. Ah!
جمال، ما في داعي نطول، هيك قال أبوك. قلت لهاجر وافقت. ابني وعد كله رح يكون تمام، يلي رح يصير أحسن للكل. بدنا نفرح فيك ونعمل لك عرس. ليش يعني؟ عيب نعمله. هاد نصيبك يا روحي، الله كتب لأخوك فخر يموت، وانت كمان كتب لك تتزوج مرته. بس هذا مو نصيب، مو الله اللي رايد أخدها. أنتوا جبرتوني، أنتوا. الله يقدم لي فيه الخير للعيلتين. آمين يا رب. عارف افتح الباب. يلا جيت عازمك على عرسي، رح اتجوز. يلا افرحوا وانبسطوا. تعرف لازم اعزم رفقاتي على عرسي، بدك تجي مو هيك؟ اللي عارف حابك تكون معي يا اخي، بتوقف على يميني، دير بالك ما تحضر. مو كل يوم الواحد بيتجوز ولا بيحب. ليك أخي عارف الشاعر اللي ما عم يعرف يقول كلمتين حلوين لأخوه؟ ولك عرسي بعد أسبوع، أنا ناطرك وجيب البزق، لأنه بدك تعزف لي وتغني لي. مين أولى منك يعزف بعرسي؟ أنت بتعزف وأنا وهاجر منصير منرقص. عارف؟ أخي عارف؟ مبروك يا ابني، الله يرضى عليك. الله يخليك مبروك بحياتك. الله يوفقكم بحياتكم ان شاء الله تكون الله يتمم. الله يرضى عليكم. أخي لا تقلي كيف إلي عين إجي على قبرك. أنا واحد ندل، ما عندي حياة، ما قدرت أرفض. أخي فكرت بالولاد، فكرت بهاجر،
قالوا لي هاي العادات، كسروا لي قلبي يا أخي، قتلوني وأنا عايش عم موت. أنا اللي ميت مو أنت يا أخي، سامحني يا أخي، سامحني وسامح هاجر، آسف، سامحني يا أخي، بعتذر، بعتذر منك. وينو جمال؟ ما مبين. ليش عم تصرخي من الصباح؟ جمال مدري وين راح، ما شفته؟ بيكون قاعد بالقهوة مع رفقاته. لك هو من مبارح برا وما نام بالبيت، لوين راح هاد؟ الله يرجعه بخير وسلامة. شبك ليش خايفة هيك؟ يعني عم قلك جمال من مبارح برا البيت وبدك يعني ما قلق؟ جمال هاجر، أنا يا سلام، نعيما طالع غير شكل يا عريسنا. لا بقلك هالطقم والله. إن شاء الله ألف مبروك. فوتوا أنا لاحقكم. يلا يا شباب، شكرا لجيدكم. عائشة. نعم، ليش لاحقني؟ عائشة، وين زينب؟ زينب هلأ مو فاضية بنوب، أنت ما بتهمها، لازم تحترم مرتك. روح حكيها لهاجر. عائشة. أوه شو لسه بدك؟ لا تلهيني، رفيقتي بدها تتزوج، لازم روح ساعدها. كيف؟ مين رفيقتك؟ زينب. شو؟ ايه هي رح تتزوج نهاد، شايف الصدفة؟ انت وهاجر وهي ونهاد سوا بنفس اليوم. لا مستحيل. ليش؟ يعني انت معلش وهي لا؟ بس انا مجبور. واذا ما تزوجت شو رح يتغير؟ شو بدك يا هتضل ناطرتك يعني؟ انت حرقت لها قلبها للبنت يا جمال. ايه صح، مبروك. يلا تعال يا جمال، الكل ناطرينك. حلو اليوم عرسي. اه خدوا عمالكن عمالكن اعطي لرفيقك. تعال جمال، وينك يا روحي؟
خدوا هدول كمان. زينب يلا بنتي. عائشة شفتي شي؟ شفته، كان عند الحلاق. انت قلتي له اني رح اتزوج؟ قلت له ما رح يجي. انا طلع لي 10 رح اكلهم بعد. ما رح تاخذ مني ولا واحد. بعد 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 انت ويا رجعوا له ورا. اهلين بالعروس. اهلين يا روحي. تفضلي تفضلي زينب، اطلعي على مهلك يا قلبي. هاجر أنا عمي. أوبا. عمو جمال انت طالع كتير حلو. ايه لانه العريس يا رفيف. عمك بده يتجوز. عمي ليش انت ما كان بدك تتزوج الخالة زينب؟ تعالي يا روحي. أهلا وسهلا. تفضلوا تفضل. الله يسامحنا، نحن غلطنا. الله يسامحنا. أهلين يا عارف. أهلين بكر بيك. تفضل. ليكو مين؟ جار فيي عارف يعزف لنا مشان نرقص سوا. هلا شيخي. الشيخ هلا رح يكتب الكتاب. جمال هاجر تفضل شيخي، هن جاهزين. بكر بيك لو سمحت فيني غني غنية بالساحب الأول؟ بس رح روحي يا عائشة. لوين؟ شو انتي جنيتي؟ أنا ما فيني كمل، بدي أهرب. شو؟ زينب استني. لوين راحت؟ لعند جارتنا، بدها تضبط لها فستانة شوي. ايه ايوه يلا يا شباب. ايه
gün için mi verdin bu bedeli? Bu vicdan mı, insanlık mı, töre mi? Ne zalim adetiniz var ya Rabbi. Biraz kavlettiler bana yengeli. Oy oy, ölmem mi, beni taşlara vurun, tabut ağanım sürün, aynı tabut içinde kardeşime götürün, aynı tabut içinde kardeşime götürün. يا جماعة، في حكي مهم بدي أقوله. يا أهل الضيعة، أنا رافض هالزواج. التوبة يا ربي، اغفر لنا يا الله، اغفر لنا يا الله. بنتي سامحيني يا روحي، انت مانك مرت ابني وبس، انت كمان بنتي. سامحيني حبيبتي، نحن فكرنا هيك مشان الاولاد بس، ما فكرنا فيكم بنتي. امي جمال، روح بسرعه لحق زينب. عشت يا اخي، شكرا. تسلم اخي، هاي العادات والتقاليد كلها غلط. انا كثير زعلت عليك، ما كنت حابب انك تغلط. عشت اخي. عمي بدك تروح تطلب الزواج من خاله زينب؟ خذ لها هي لكن. يلا روح عمو. بدي منك ترجع تغني الغنيه، لازم كل حدا بالعالم يسمعها. معاني هالغنيه كتير حلوه، مفروض العالم ما يتأثروا بالعادات القديمة. Verdim bu bedeni.
عصامك موت غالي وديني تشيني بلدي مبتدري وبيت ضمن إنصامك موت غالي. زينب! 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 جمال! تقبلي تتجوزيني؟ بقبل! لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.